المتواجد في منطقة التسريج ومعنا المدرب البحريني فوزي ناصر، أحب بك أنا عبر قناة بيريس. هلا والله في عصام شيف. نعم، اليوم يعود أيضا بطل بطولة مهب الشمال في العام 2012 وأيضا بطل دبي جولدن شاهين في العام 2012 كاربتن فاكتور من خلال هذا التواجد، سباق تحضيري وجهوزية اليوم. والله جهوزيت اليوم مثل ما انت عارف طبعا هو يعني احسن مستوى اداه في 2012 قبل 3 سنوات، ولكن بين انه مرتاح على الارضيه الرمليه من اخر مشاركته في المشاركه الوحيده هذا السنه في الكرنفال. فنتمنى ان شاء الله انه يعني يتطور من هذا السباق. ظهر ايضا بمستوى طيب في بطوله الشندغه للسرعه واتى ثاني خلف رينالدو ذا ويزارد، يعني اداء متسارع وكان متصدر الشوط ولكن لم تار الاخير يمكن ربع طول فقط. بالضبط، طبعا جهوزية ما كانت 100% لأن أول سباق له من مدة 4 شهور قبلها، ولكن اليوم طبعا ما في أعذار. نعم، فنشوف إن شاء الله. نعم، نحن نتمنى لك التوفيق. هتوتو أيضا تشرف على هذا الجواد بشكل مباشر، قدم مستويات طيبة الجواد هتوتو. هتوتو نعم قدم مستوى طيب الموسم هذا، طبعا عنده مشاركتين اللي جاء فيها أول وثاني، والحمد لله ظهر أنه إن شاء الله بيتأهل حق شوط القوز وبتكون هي مشاركته الثالثة. نعم، نتمنى لك التوفيق. مشكور أخوي. إذا الزميل خالد كان هذا اللقاء مع المدرب فوزي ناس وأخبرنا عن جهوزية أيضا كابتن فاكتور أحد أبطال ليلة كأس دبي العالمي، يعود مرة أخرى للمشاركة، هل سيقدم الأداء المرجو منه؟ سنتابع الشوط ونتابع أيضا أداء من خلال هذه التحديات. خالد تفضل في هذه الأثناء، الكلمة لديك. شكرا زميل عصام الخامري، وطبعا عصام سوف يتوالى تقديم نبض الميدان بشكل متواصل سواء من البدوق أو من منطقة التسريج. نعود لحديثنا عن المرشحين، يعني لو تكلمنا عن الترشيح الدولي نجد أن فارما تتصدر الترشيح يعني حتى قبل كريبتون فاكتور، يعني فارما هي عمرها 4 سنوات، مورا تظهر لأول مرة في الإمارات. طبعا فارما يعني فرصة تطورت في آخر يعني مشاركتين، شفناها فاز بالليستد ومن ثم بالسباق جروب 3 بفرق 6 أطوال، يعني مستويات قوية أدت فيها الفرص في فرنسا اللي شجع المدرب الفرنسي قدومها لدولة الإمارات. طبعا الشيء الثاني اللي شجع بخصوص فرص أنها بنت الفحل سبيستاون متخصص على المسار الرملي. طبعا سبيستاون أنجب رينالدو ويزارد مرشح أيضا، وأيضا تمركز حصان قوي على المسار الترابي، فأتوقع هذه خطة المدرب الاستفادة من المسار الرملي في دولة. نعم، يعني طبعا سطو ستوري ساتيش سمر قرر انه يسحب هنا من هذا السباق، ولكن يعني بالنسبه للمحليين ممكن نقول مشاهدينا هذا برايس اذ تروث الذي تطور بشكل كبير مع ساتيش سمر وركز عليه هنا في هذا السباق وسحب سطو ستوري. مارك مونيغان في القياده، وطبعا هو في الوان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم. كريبتون فاكتور فوزي ناس المالك والمدرب من البحرين إدري ديفريز في القيادة، عمره 7 سنوات، فاز 9 مرات من 37 مشاركة عبر حياته الحافلة بالمشاركات في السباقات الكبرى. هذا مشارف في ألوان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يقود هذا الحصان البالغ من عمر 7 سنوات دين أونيل، ويدربه مصبح المهيري، وله 5 انتصارات من 26 مشاركة. فارما في أول ظهور لها في الإمارات وهي قادمة بسجل رائع من الانتصارات، لها 4 انتصارات ومرتين مركز ثالث ومركز ثالث مرة واحدة من 9 مشاركات، يعني لم تخرج في 8 من 9 على المراكز الثلاثة الأولى، قادمة ب انتصارين متتاليين في فرنسا في شانتيه ثم في روما على الأرضية العشبية على مسافة 1000 و1200، وينتظر أن تكون يعني محور للاهتمام يقودها بول هينيغن. نوار الذي للأسف يعني خسر هذه السنة لقبه كبطل لكأس رئيس الدولة وأيضا قبل ذلك كبطل للعيد الوطني، يتواصل تواجده بتدريب طبعا من علي راشد رايحي وليسن فرنش، وهذا مصبح المهيري هنا يعطي بعض التعليمات الأخيرة خاصة ل يعني
ما سوف يتم الاتفاق عليه مع بول هينيغان هنا الذي سوف يقود فارما. سبعة يونايتد كالر دروبا سيلفا راتنام المدرب يوستن فرنش في القيادة في الوانس الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. يونايتد كالر طبعا جواد ينتظر أن يقدم شيء خاصة أنه لديه تذبذب في الأداء ولكن يفاجئ في بعض الأحيان بأداء جيد. هذا طبعا ريوستن فرنش لأنه قبل قليل مع علي راشد الرايحي. كول كاوبوي الذي ينتظر بعض المرشحين الخارجيين أن يكون مفاجأة هنا اليوم في أول ظهور له في الإمارات. يدربه دوغ واتسون ويعتلي صوته بادريك دوبسون. سبيد هوك الذي قدم مستوى لا بأس به في سباقاته هذا الموسم هنا في الإمارات, حصل على المركز الثاني والثالث قبل يعني وفي الوسط حصل على المركز الثامن, ولكنه يعني مهر يمكن أن يقدم شيء طيب. يقوده أندري إتزيني هنا. شاي شي الذي يدرمه مصبح المهيري هنا الذي يظهر معه في الصورة الذي يتمنى حقيقة أن يقدم شاي شي مفاجأة. تحدث عدة مرات في السباقات الماضية أنه سوف يقدم مفاجأة ولكنه لم يحقق ذلك, قد يحدث هذا اليوم. سيلفستر تزوزا في قيادة على صهوة شاي شي. هنا علي راشد الرايحي يتابع بعض المعلومات التي في كتيب السباقات للمنافسين تحديدا, وطبعا هو هنا يعني يدرب نوار الذي يأمل أن يكون نوار. طبعا نوار لو تكلمنا عن نوار أحمد نوار زي ما قلنا خسر بطولتين الاثنين اللقبين الكبار, ولكنه كثير بيشارك بمشاركات عديدة وبتنوع في الأرضيات بتنوع في المسافات, ما في فترة راحة كافية, شديد الاستخدام. نعم طبعا هذا من أسباب اللي يعني الضرب الخيل كثرة المشاركة. طبعا الحصان طبعا من دم ولحم برضو بتأثر من كثرة المشاركة بصاب الإرهاق. طبعا شفنا الحصان يعني فقد الألقاب اللي حققها السنة الماضية في كأس العيد الوطني أو في كأس رئيس الدولة, قرر طبعا رايح إرساله إلى ميدان حقق المركز الثالث بشكل جيد يعني, فهو طبعا هي مجرد مشاركة يعني محاولة لتحقيق أفضل شيء لهذا الحصان. نعم طبعا المشاركة الدولية متواجدة هنا في الساحة. لدينا كول كاوبوي مع دوغ واتسون بقيادة باتريك دوبس لملك زور سيكريكوف, طبعا من الخيول الأجنبية المتواجدة في هذا السباق, ولكن أيضا هناك سيطرة كبيرة للخيول المحلية والمدربين المحليين في هذا السباق. برايس إذ تروث, نتكلم سلطان عن برايس إذ تروث. طبعا هذا الحصان عمره 5 سنوات, حقيقة يعني شفنا يحقق انتصار 3 مرات على مسافة 1200 متر رملي. طبعا آخر سباق كان في سباق تكافؤ قوي في ميدان, تفوق على استراتيجيكال ونوار ورفيج وسجل زمن قياسي في هذا السباق. أنا استغربت من القيادة من كان يقود ريتشارد مول من البوابات, كان خلف المتصدرين في الوضعية الجيدة جدا, وعند الانعطاف توجه برايس تروث. قدم ستيش سمار دائما يقدم الخيول قوية وسرعة, هذا خيل مثل ما عهدنا أيضا ست وستوري رونالدو دوزور دوزرد. يعني أنا أقول أن من تصنيفات أن كان تطور من 77 إلى 98 الآن 97, خيل كان عنده إصابات ومشاكل, الآن الخيل في جاهزية. اسمح لي سلطان, معنا عصام مرة ثانية ويحدث دوغ واتسون عن برايس إذ تروث الذي نتحدث عنه الآن, فإلى عصام. شكرا لك خالد جرار, معنا في هذه الأثناء المدرب دوغ واتسون ومشاركة أولى للجواد كول كوبوي. How is the horse? He's really well in himself. We were unfortunate when they bought him in America, when they sent him into quarantine in December, he got pneumonia, and so he was set back and not able to train for about 3 or 4 weeks. Since we've got him, he's done nothing but well for us. He's breezed well, and it's just that we'd like a couple more weeks with him, but we got to run now. So he's a really nice horse. He's going to develop into a really nice horse. He's only 4, lightly raced, but I think he'll run well here. I mean, if he breaks like he does in America and can get out there, I think he'll run well. Thank you, and good luck. Thank you very much. Appreciate that. إذن خالد تابعنا أيضا المدرب دوغ واتسون متفائل بشكل كبير من خلال مشاركة أولى لهذا المهر
كول كوبوي قادم أيضا من الولايات من أمريكا قادم بمشاركات طيبة. نعود لك في هذه الأثناء إلى أن يتسنى أيضا إجراء بعض الحوارات مع بعض المدربين هنا في منطقة البادوك. تفضل خالد. شكرا جزيلا عصام. طبعا برايس ثروس يدربه ساتيش سمار, لكن كما تابعنا دوغ واتسون مع كول كاوبوي القادم من الولايات المتحدة. كول كاوبوي أحمد.